Our English lesson for today will be about jobs. موضوعنا راح يكون jobs. Jobs معناها الوظائف. يعني كل شخص وشنو عمله أو شنو وظيفته. درس حلو. أتمنى إن شاء الله راح تكونون متفاعلين ويانا تفهمون الدرس. لكن قبلها راح نسوي أولاً مراجعة للدرس السابق قبل ما نبدي درسنا. قبل ما نبدأ أطلب من عندكم أن تقفون الوقفة الصحيحة أمام الكاميرا وتأدون تحية العلم حتى نستمع إلى نشيد موطني. ممتاز دانا أول وحدة قامت، شكراً حبيبتي. فكرة أيضاً ممتاز. نقف الوقفة الصحيحة حتى نأدي تحية العلم. Salute the Iraqi flag. So are you ready? Ready? سوينا thumbs up إذا ready. Okay, good job. So let's salute the Iraqi flag. Thank you so much. Thanks everyone. شكرا للتلاميذ اللي أدوا تحية العلم احتراما للعلم. تلاميذ لا تنسون بالدروس القادمة نتمنى كلكم تقفون احتراما للعلم. ما ممكن انه ينعرض صورة العلم العراقي والنشيد الموطني واكو تلاميذ قاعدين. هذا الشيء مو صحيح تلاميذنا، يا ريت تلتزمون به ان شاء الله بالدروس القادمة. شكرا لكل تلاميذنا اللي وقفوا احتراما للعلم العراقي. إذا تلاميذ بالدرس السابق موضوعكم كان عن أفراد العائلة family. تعلمنا شلون نقول وشلون نسأل how many brothers do you have أو how many sisters do you have. راح أسأل واحد من عندكم شنو معنات هذه الجملة. من يعرف شنو معنات هذه الجملة how many brothers do you have. Thank you for raising your hand. Yes, Yusuf, what's the meaning of how many brothers do you have? So the meaning of how many brothers do you have? هو يعني إيش قد أخوان لو إيش قد أشياء أنت عندك. كم أخ عندك؟ On the beginning means إيش قد عندك. Very good. Very good, Yusuf. Thank you so much. معناها إنه كم أخ عندك. Okay, another question for another student, Dana. How many sisters do you have, Dana? Sensei, I have three sisters. Very good, Dana. سمعتوا دانا شلون جاوبتنا؟ هذه هي طريقة الإجابة الصحيحة. دانا قالت I have three sisters. Okay, another student, Fikret. Good morning, Fikret. Hello. Good morning. Good morning, teacher. Very good, Fikret. Okay, I will ask you, how many sisters do you have? I have one sister. I have one sister. Very good, Fikret. Very good. So, تلاميذنا هذا كان بالدرس السابق. How many sisters do you have? How many brothers do you have? هذا كان موضوعكم السابق. مثل ما اتفقنا اليوم موضوعنا راح يكون اسمه jobs يعني الوظائف. I will show you some pictures and you will tell me
What can you see? رح أشوفكم صور and you tell me. أنتوا قلوا لي. What can you see? Are you ready? مستعدين؟ Okay. قلوا لي who am I? من أنا؟ طوع على الصورة وحاول أنت تستنتج who am I? Raise your hand please. Raise your hand everyone. اللي يعرف raise your hand. Who am I? منو هذا بالصورة؟ Who am I? Okay, so نور الحسين. Good morning, نور. Good morning, Tanzi. حبيبي, what can you see in this picture? Who am I? منو أني? Who am I? Say it in Arabic. قولها بالعربي. عامل بناء. عامل بناء, ممكن, صحيح. ممكن أنه يكون هذا اللي بالصورة عامل بناء لأنه لابس زي يشبه زي عمال البناء, ممكن. Okay, another student, تلميذ آخر, إيش تتوقع? Who am I? بسمة? Good morning, بسمة. Good morning, teacher. Sensei, مهندسين مال بناء. مهندسين, good for you, بسمة. Excellent, good job. So, بسمة جاوبت وقالت هذا مهندس. مهندس أو مهندسة. شلون رح نقول مهندس باللغة الإنجليزية؟ رح نقول engineer. Engineer معناها مهندس. I will repeat it and I want all of you to repeat with me. كلكم repeat with me. Engineer. 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 رح أفتر على الكاميرات حتى أتأكد أن كلكم تترددون ويانا تلاميذنا. Engineer, مهندس, نقولها بهذه الطريقة. Engineer, engineer. Okay, another student. Who am I? شو تشوف بالصورة? Who am I? منو هذا? شو تتوقعون? Say it in Arabic. Amir, good morning, Amir. Good morning. Amir, who am I? شو تتوقع? شو يكون عمل لهذا? موظف. صحيح, ممكن أن يكون موظف. Thank you so much, Amir. Okay, another student. Dana, good morning, Dana. Dana, شكر. Are you with us, Dana? Okay, so another student. Razan, good morning, Razan. Good morning, teacher. Razan, who am I? إيش تتوقعين شنو يكون هذا شغله? What's the job of this guy? أعتقد يشتغل بالبرمجة أو الحاسبات. Very good, Razan. Very good, excellent. Razan قالت هذا من المحتمل أن يكون يشتغل بالبرمجة أو بالحاسبات. هذا العمل أو هذه الوظيفة رح نسميه IT programmer. IT programmer. شنو يعني IT programmer؟ يعني كلمة IT هي مختصر لكلمة information technology. Information technology, تقنيات المعلومات. Programmer يعني مبرمج. فأي شخص يكون مجال عمله بالحاسبات أو تقنيات المعلومات يسموه IT programmer. إذا تعلمنا المهندس engineer والمبرمج اسمه IT programmer. رددوا بعدي please, repeat after me. IT programmer. Very good, good job everyone. IT programmer. المهندس engineer والمبرمج اسمه IT programmer. Okay, another picture. What can you see? What's this job? Who am I? Anyone knows? Raise your hand. Very good. ارفع ايدك اذا تعرف. Raise your hand. Who am I? Aya. Good morning, Aya. Good morning, teacher. Aya, who am I? Sensei, اتوقع انه a cooker or... Very good. فكرة حلوة, Aya. Very good, Aya. Aya قالت احتمال انه تكون cooker أو chef. احتمال أنه يكون chef
أو cooker. Very good eye. Okay, another student, what do you think? شنو ممكن أن تكون وظيفة هذه البنية؟ محمد رضا. Good morning, محمد. Morning, Sansei. What do you think, محمد? What's the job of this lady? أحس موية عادية جاي يعني جاي تسوي cooked. صح. Very good, محمد. Excellent. محمد قال احتمال أنه تكون أم بالبيت دا تطبخ. إذن هذا التعبير نطلق عليه تعبير housewife يعني ربة بيت. Housewife. Very good, محمد. خلينا حفظه. Housewife. مهندس. Engineer. مبرمج. IT programmer. ربة بيت. Housewife. Housewife. Another picture. What can you see? Who am I? أعتقد هذا سهل كلكم راح تعرفوه. Who am I? منو أني؟ Who am I? Okay, another student. أحمد رائد. تفضل أحمد. Good morning, أحمد. هذا فلاح. Very good, أحمد. Very good. Excellent. هذا فلاح نطلق عليه اسم farmer. Farmer. الفلاح راح نسميه farmer. Engineer, IT programmer, housewife, and farmer. Farmer. Very good. Very good, Ahmed. Okay, another picture. I think this is easy also. Narjis Amjad. Good morning, Narjis. Good morning, Narjis. Good morning, teacher. Narjis, what can you see in this picture? Nurse. Nurse, very good, Narjis. هذه تمثل صورة ممرضة. يعني nurse. ممرضة, nurse. تختلف عن تعبير الطبيب. الممرضة, nurse. Very good, Narjis. نعيد. الفلاح, farmer. الممرضة, nurse. Okay. أعتقد هاي هم سهلة. Who am I? أمير, تفضل أمير. Who am I? تنسيها مدرسة, teacher. Very good. Very good, أمير. Excellent. هذه مدرسة أو معلمة. Teacher. Teacher. هذه أعتقد بعد أسهل. Raise your hand, please. Raise your hand. Rawan. Good morning, Rawan. Good morning, teacher. Teacher, I think a doctor. She is a doctor. Excellent, Rawan. Good job, Habibti. Very good. She is a doctor. Habiba. She is a doctor. Doctor. The last picture. Anyone knows? عندكم فكرة شنو ممكن تكون هذه الوظيفة? What's this job? Raise your hand, please. ارفع ايدك, raise your hand. Okay, so Dana Ali. Dana, what do you think? Sensei was a muscle boss. Very good. Very good, Dana. Our boss driver. Very good. Excellent, Dana. Good job, Habibti. He is a bus driver. Bus driver. Bus driver يعني سائق حافلة أو سائق باص. Bus driver. Very good. ممتازين شعبة السادس. أغلبكم تجاوبون إجابات صحيحة. The last picture. Anyone knows? Raise your hand. Raise your hand and tell me what is this. Aya. Yes, حبيبتي. I'll say waiter. Waiter. Excellent, Aya. Waiter يعني اللي ساعدنا بالمطعم على طلب الطعام. مثل ما تشوفون ليحضر قائمة الطعام ينطيها للزبائن وأيضا يساعدهم بتحضير الطعام وتقديمه لهم. So اسمه waiter. Waiter. Excellent, everyone. Do you have an idea what is this? Who am I? Anyone knows? Raise your hand.
Who am I? Okay. Fatma? Good morning, Fatma. Builder. Again, حبيبتي. Builder. يعني بائعة متجر. Good idea. هذا الشخص اللي ساعدنا بالمحلات بالسوبر ماركتات أو المحلات المختلفة يساعدنا على إنه نجمع البضائع اللي نشتريها. إحنا رح نسميه بتسمية أخرى فاطمة، رح نسميه shop assistant. Shop assistant. أتمنى إنه ترددون الكلمة بعدنا حتى تحفظوها. Shop assistant. Shop assistant. Very good فاطمة حبيبتي. Very good. Now let's make a revision. رح نعيدهم كلهم على السريع. Let's make a revision. Waiter. Waiter. Nurse. Nurse. Bus driver. Bus driver. Teacher. Teacher. IT programmer. IT programmer. Farmer. Farmer. Doctor. Doctor. Engineer. Engineer. Housewife. Housewife. And shop assistant. Shop assistant. Now I want you to open your books on page 8. Is your books with you? كتبكم جايبيها؟ Very good. Please show me in the camera. Show me your books. Very good, Fikrat. Very good, Fatma. Yes, Amir, do you have something to say? Yes, Amuri. سانسا أنا البارحة وديت كتبي للتجديد على متجلدين ويعني ما جايب حاليا ما عندي. تمام حبيبي، مو مشكلة. حاول بس تابع ويانا على الشاشة، وإن شاء الله من تستلم الكتاب ارجع اكتب هذه الكتابة بالكتاب. Very good دانا، كلكم حضرتوا الكتاب. رزان، show me your book. رزان، very good. نور الحسين، excellent. آية، Rawan, where is your book, Rawan? Can you show me your book? Very good. Noor al-Hussein, turn on your camera, please, Noor. Very good, Noor. Very good. Okay, Nargis, Yusuf, excellent, Yusuf, Basma. So I think all of you are ready. Ahmed, Muhammad, Dana, please open your books on page 8. هذه اللي تشوفوها أمامكم. Page 8, صفحة رقم 8. Page 8. Okay, this exercise is about look, listen, and say. Look, يعني شوف الصورة. Listen, استمع إلى الاسم. And say, ثم ردد بعد ذلك. Look, listen, and say. The first picture, what's the first picture about? Anyone knows? What's the first picture? شنو هاي أول صورة؟ شو تمثل؟ أول صورة. Raise your hand إذا تعرفون. ارفع إيدك إذا تعرف. The first picture. Yes, Yusuf. What's the first picture about? The first picture is a nurse. Nurse, maybe. But what about this Doctor. One? What about this one? Oh, then I mean the first one is a doctor. And yeah, exactly. Good job, Yusuf Habibi. Very good. So the first picture is doctor. أريدكم أنتم بالكتاب هذه الاختيارات اللي بالأخضر تحاولون تجدون كلمة doctor وتكتبوها بالفراغ الأول تحت صورة الدكتور. ورا ما تكملون شوفوني كتابكم. وين كلمة doctor على اللفظ تلاميذ، اتبعوها وحاولوا تكتشفون وين كلمة doctor، تنقلوها تكتبوها بهذا الفراغ doctor.
مثل ما أني راح أكتب هسه بالفراغ doctor. Very good, very good everyone. Good job. دا أشوف كتبكم كلكم دا تكتبون. ممتاز. تلاميذ صورة الكتاب واضحة أمامكم اللي أني دا أعرضها لو طالعة عندكم غير صورة واضحة ماشي تمام. Okay, so the second picture, الصورة الثانية, the second picture. What can you see? شو تتوقعون؟ شو تمثل? Which job? Yes, Fatma, what's the second picture is about? He is a waiter. A waiter. Very good, Fatma. Very good. حبيبتي, try to find waiter. حاولي تلقين كلمة waiter واكتبيها. Very good, Fatma. Excellent, حبيبتي. So, waiter. راح نكتب waiter بالفراغ. Waiter. روان, the third picture. She is teacher. She is a teacher. Very good. Very good, Rawan. يلا حاولي تلقين كلمة teacher اكتبيها بالفراغ. تلاميذ كلكم اكتبوا ويا زملائكم. صارت أول كلمة doctor, waiter, and teacher. Okay, what about the third picture? Sorry, the fourth picture. Who am I? What's the job of him? Ahmed Ra'el? What's the job of this guy, Ahmed? Ahmed, are you with us? Can you hear me? Yes, Ahmed? Sounds like bus driver. Bus driver, very good. Did you write down in your book? Very good. Sensei, بس من قاعد تطلع عندي الكاميرا. من قاعد تفتح. حاول حاول لا تضغط على اسمي لما أني دا أحكي لا تضغط على اسم القيم سكول. حاول أضغط مرة واحدة على الشاشة بالوسط. أوكي. هسه تطلع لك الصورة. Thank you so much, أحمد. شفت كتابك عشت إيدك أحمد. Very good. Bus driver. Bus driver. Okay. The fifth picture. What do you think? Noor, Noor al-Hussein? The fifth picture. What is it? Yes, I think. Engineer. Engineer. Very good, Noor. Can you write it down in your book? نعم, حبيبي. أنا حليته كله بقى بس اثنين. Very good, حبيبي. Excellent. Good job, يا بطل. So, engineer. Engineer. Okay. Dana Shukr, the sixth picture, Dana. Good morning, Dana. Are you with us? Dana, can you hear me? Okay, I think Dana is not ready. So let's take another student. Nargis, can you hear me, Nargis? نعم teacher. Okay, حبيبي. What's the sixth picture about? Who is she? Shop wife. لا, sensei. Shop assistant. Very good, Nargis. Excellent. Shop assistant. يلا اكتبيها بالكتاب. شوفيني الكتاب بالكاميرا. Very good, Nargis, حبيبتي. Very good. Shop assistant. Shop assistant. Okay. Another student. محمد رضا, أعتقد قام محمد رضا, يا ما يخالف. آية, yes آية. What's the seventh picture? What? A farmer. Farmer, very good آية. Farmer, يلا نكتب بالكتاب farmer. فكرة, the eighth picture. Who is she? New Nurse, very good. Very good, Fikret. She is a nurse. Nurse. Okay. Now, picture number 9. Yes, Basma? What's picture number 9 yes. about? IT programmer. IT programmer. Excellent. Excellent, Basma. Very good. IT programmer. Very good. Okay. Now we have Dana. Dana, the last picture. Yes, Sensei. What's the last picture about?
Sensei house wife. Very good. Housewife. Excellent, Dana. Housewife. Housewife. Very good, Dana, حبيبتي. So راح أعيدها كلها على السريع. Doctor, انتوا تأكدوا بالكتاب. اتأكدوا بالكتاب واتبعوا ويانا انه كاتبيها صح وتأكدوا من الإملاء من خلال الكلمات اللي مكتوبة بالأسفل بالمربعات الخضراء. Doctor, waiter, teacher, bus driver, engineer, shop assistant, farmer, nurse, IT programmer, and housewife. Our mom is a teacher. Our dad is an engineer. هذه هي طريقة التعبير عن أعمال أحد أفراد العائلة. من تريد تعبر عن عمل أحد أفراد عائلتك تقول My mom is a teacher. For example, مثلا تريد تقول أمي معلمة. My mom is a teacher. أو تقول My dad is an engineer. أبويا مهندس. راح أختار أحد التلاميذ، أريد أشوف منو مستعد إنه يسوي لي جملة على السريع عن أبوه أو عن أمه، جملة كاملة مثل ما مكتوب. مثلاً My mom is a teacher. Anyone ready? أحد مستعد؟ Anyone ready? Raise your hand. Raise your hand, please. Yes, Rawan. Rawan. Yes, Tansi. My mom is an engineer and my dad is an engineer. Excellent, Rawan. Good job, حبيبتي. Very good. Tansi, أخذت شيء غيرك؟ نعم حبيبتي. أخذت شيء غيرك؟ لا حبيبتي. إنه أخرين. ما يخالف. راح يرجع الدرس إن شاء الله يرفع على اليوتيوب حتى تقدرون تشوفوا للي ما قدر إنه يشوفه أو للي ما لحق إنه يدخل. Don't worry حبيبتي. And very good روان. Good job حبيبتي. يلا رزان are you ready? Can you talk to me about your mom? Your mom job? Mom. Yes. Mom is the doctor. Very good. My mom is a doctor. My mom is a doctor. Doctor. Very good, Razan. Very good, حبيبتي. My mom is a doctor. Basma, can you talk to me about your dad? What about your dad? Yes, Sensei. Yes. What about your dad? What's your dad's job? My dad is engineer. Very good. My dad is an engineer. جملة كاملة مثل بسمة. Very good. دانا شكر. What about your mom, دانا? What about your mom? My? I'm sorry. Raise your voice, دانا. I couldn't hear you. علي شوية صوتك لأنه مدى أقدر أسمعك بشكل واضح. Yes. صوتي ده يقطع ما تقدرين تسمعيني واضح. تمام. أنا هم متى أقدر أسمعك بشكل واضح بس ما يخالف نرجع لك فدي شوية. منار are you ready منار? Good morning منار. Are you with us, Manar? So, it's okay. Now let's move to the next page. الصفحة الثانية, next page. حضروا أقلامكم حتى أني أقول اسم المهنة وإنتوا الاسم الأول اللي أقوله تكتبون رقم واحد في هذا المربع الصغير اللي تشوفوه. مثلا على سبيل المثال راح اقول shop assistant اللي هو اول واحد shop assistant انتوا تخلون رقم واحد هذا المربع. اوكي okay. Is it easy? Are you ready? Very good. Okay. So
shop assistant. قلنا راح أختار لها رقم واحد. Shop assistant. Nurse. وين راح تخلون رقم اثنين؟ Nurse. Where's the nurse? Nurse. Nurse. Please, can you just put your cameras on the books because I want to see your writing. Can you just put the cameras on the books? Very good, Rawan. بس الكاميرا ثبتوا ليها على الكتب حتى أتأكد أنتوا دا تحلون وياي. Very good. Good job, everyone. So, nurse. Amir, you have a question, Amir. Okay. تفضل, Amir. Yes. بس عادي صار سوي من تكملين بس عاد تكتبين يعني الأرقام كلهن عن وجه طقلس. Yes, حبيبي. Yes, of course, of course. I will. إن شاء الله تدلل. Okay. So nurse, قلنا nurse. اللي كاتبها بس تابع ويانا على الشاشة on the screen. Nurse. هذه nurse. Okay. This is nurse. Waiter. Where is waiter? Can you find waiter? Very good, Aya. Aya حلت صح. Waiter, very good. Okay. Dana also, very good, Dana. So, IT programmer. IT programmer. Very good. دا أشوفكم تلاميذنا, very good. IT programmer. Very good, Razan. Noor al-Hussein, excellent. Okay. Housewife. Housewife. Where is the housewife? Very good. Housewife. Okay. Farmer. Farmer. Where is the farmer? Farmer. Excellent. Excellent. Farmer. Where is the farmer, Noor al-Hussein? Did you find the farmer? Very good. Very good, Noor. Farmer. Okay. Now, doctor. Where is the doctor? Very good, Narjis. Very good. Doctor. Okay. Now, engineer. Engineer. Where is the engineer? Very good, Yusuf. Habibi. Excellent. Engineer. And teacher. Where is the teacher? Very good. Teacher. Excellent. Very good, Basma. Very good. Teacher. The last one is bus driver. Bus driver. Bus driver. Good job, everyone. So is it easy? Sahla kanat? So easy. Very good. That's because you are very good students. Very good, Habibi. Very good. Yes, Amir? Yes, Habibi? Sansei, bus driver raqam 7, mo raqam 11. Number... يعني أني طافرة رقم 7 ما كاتبته صح؟ أي سانسي ما كتبتي. شكرا حبيبي لملاحظتك, شكرا لانتباهك. أعتذر تلاميذنا ونشكر أمير على ملاحظته. أكو رقم إحنا طفرناه اللي هو رقم 7. تمام, خلي نفرض إنه بس درايفر صار رقم 7. شكرا جزيلا أمير لملاحظتك, شكرا يا بطل. أوكي. Listen and say, what's your dad's job? رح يجاوب ويقول, he is an engineer. What's your mom's job? She is a teacher. Again, طريقة السؤال رح تكون بهذه الصيغة. What's your dad's job? ما هي مهنة أو وظيفة والدك?
أحمد رائد عندك سؤال؟ تفضل أحمد. تفضل حبيبي. سانسي من ردك وجهي ما تي الحل، ما قاعد يطلع عندي الكاميرا، يعني ما قاعد أقدر أفتح هاي الكاميرا اللي عندي عم تشوفيني وشوفون الحل مالي. لازم أول ما تدخل للبرنامج أحمد أكو اختيار يقول لك تدخل مع الفيديو، أنت دائما اختار مع الفيديو حتى أثناء الدرس ما تكون خاصية الفيديو مغلقة. ماشي حبيبي؟ سانسي أنا أول ما أدخل يطلع لي اسمي يقول أوكي وهي بعد. لا لا يطلع لك اختيار مكتوب فيه مع الصوت ومع الفيديو، انت دائما اختارهم اثنيناتهم، اختار مع الصوت ومع الفيديو حتى يكون التحكم من يمك انه انت تقدر تغلق او تفتح الصوت. ماشي جربها ان شاء الله بالايام الجايه. ماشي احمد عادي حتى لو ما لحقت اشوفه بالكاميرا تقدر ترجع ترسل لي صور الكتاب بعدين على الخاص. سو نرجع تلاميذنا، طريقه صياغه السؤال تكون بالشكل التالي: What's your dad's job? ما هي وظيفة والدك؟ الإجابة تكون بالشكل التالي: He is an engineer. Or What's your mom's job? She is a teacher. رح أرجع أسأل أحد من التلاميذ المستعدين بس واللي رافعين إيدهم. Raise your hand everyone. Very good. Okay, so Media. Good morning, Media. Good morning. Are you ready? Okay, إذا ميديا ما مستعدة it's okay. Dana? Dana, are you ready now? I'm sorry. Yes, Dana. I will ask you, what's your dad's job? What's your dad's job? شيشتغل أبو Yes. Yes. Good. شلون حتجاوبين؟ He is a near. Very good. Very good, Dana. جاوبت بجملة كاملة. منار. Are you ready, منار? Good morning, منار. Good morning. Are you with us, Manar? Manar, please be ready on the next time. حاولوا دائما تلاميذنا تجدون مكان هادئ تقعدون به حتى تقدرون تركزون حتى تقدرون تشاركون ويانا. Narjis, good morning, Narjis. Good morning, teacher. What's your mom's job? What's your mom's job? She is a housewife. She is a housewife. Very good, Narjis. Good job, Habibti. Very good. Okay, another student. Fikrat, good morning, Fikrat. What's your dad's job? He's an engineer. He is an engineer. Can you say it again? He is an engineer. Very good, Fikrat. Very good, Habibi. Good job. He is an engineer. So, تلاميذنا إلى هنا رح يكون عندكم هذه الصفحة من الactivity book page number 6. هذه عندكم واجب تحلوها وترسلوا لي الواجب على الخاص. أرسلوا لي صور كتاب النشاط من تحلوه أرسلوا لي على الخاص. Yusuf, do you have a question? You are raising your hand. Do you have a question? Sante. Yes. I just want to tell you that it's not about this one, but for the math books. Yeah. When can I like get them? Because I wasn't here last year and the math teacher needs like the mathematics books from last year. When can I go and get the books? Yeah, of course. You can go to the school with your parents and ask the school about the books. They have all the books you need, okay? So okay. Just go to the school at any time, okay? Thank you, Yusuf Habibi. So guys, this is your homework, okay?
Here's your homework. هذا هو واجبكم. This is your homework. Page number 6. Please take a pictures. حلو كملوا and take a pictures and send it to me. أرسلوا لي إياها على الخاص من بعد إذنكم. Don't forget everyone. Deal متفقين؟ الكل عرف شنو الواجب؟ Very good. Good job everyone. So this is your homework. خلي أشرح لكم الهومورك بشكل سريع. The first one, which is A paragraph, you have to write the endings for these jobs. تكتب نهايات الكلمة, تكملها. Like, for example, doctor, you have to finish this word. تكملها. Doctor, مثلا, تشوف شنو ناقص بهذه الكلمة من حروف وتكملها بالفراغ. Doctor. Paragraph B, look at the example and write sentences for each picture. لازم تكمل الجمل مثل أول مثال. يعني أول مثال أجي أباوع على الصورة رح أشوفها صورة طبيب دي عالج مريض. فأكو شخص دي يسأل Is he a waiter? Is he a waiter? هذا اللي بالصورة waiter? Is he a waiter? No, he isn't a waiter. No, he isn't a waiter. هذا مو waiter. He is a doctor. Okay? فأنتوا تسوون الجمل بنفس الطريقة. تباوع على الصورة وتشوف شنو هو السؤال وانت تكمل الإجابة بنفس الطريقة. Deal? Is it easy, guys? Okay. So this is your homework, everyone. As I said, please send it to me. على الخاص. أرسلوا لي على الخاص, please. نور الحسين عندك سؤال؟ تفضل حبيبي قبل ما ننهي الدرس. مدى ألقى كاميرتك؟ يس نور. يس حبيبي تفضل. ناسي أنت معلمتنا الجديدة حبيناك. أنا هم حبيتكم. إن شاء الله بس ترجع سانسة تبارك من إجازتها إن شاء الله ترجع تأخذكم بس أنا مؤقت إن شاء الله وياكم. I'm so happy to meet you guys. So, الكل عرف الواجب تلاميذ الأبطال؟ Very good. لا تنسون ماما من بعد إذنكم يا ريت ترسلون لنا إياه على الخاص حتى كلكم تحصلون درجات عالية بالتقييم فيما يخص حل الواجبات. So, here we have done. We finished our lesson. See you next time. Goodbye, everyone. Goodbye. Bye-bye.